في انتظار الصافرة وتأتي الصافرة. محمد أبو الستة يسدد والهدف، هدف أول لمصلحة لاعبي فريق الخمس. إذا تتغير النتيجة مشاهدينا الكرام بملعب الشمال، الخمس يتقدم مباكرا من علامة الجزاء بهدف عن طريق محمد أبو ستة، وأمامنا فرحة لاعبي فريق الخمس. أمامنا الإعادة من كل الزوايا، محمد أبو ستة سدد على يسار الحارس محمد نشنوش. إذا عود أمامنا مدرب فريق الخمس يمر ناحية الكديري، الكديري أحمد ويتابع فيها الميري علي. الكديري عرضية كيفما جاءت، ولكن تدخل من قلب الدفاع مصدق العمامي. مصدق تعود لمصلحة الأهلي عن طريق اللاعب مآب، وأمامنا الكرة كيف مرر مآب شكري ناحية عبدالله العرفي، هو التدخل من مصدق العمامي ويسام أبو سنينة، وكذلك تسديد الكرة من عبدالله العرفي، ولكن سهلة في يدي الحارس أحمد عياد. في مقطوع الكرة لمصلحة لاعبي فريق الخمس، عمر القليب، عمر القليب، أحمد عياد حارس مرمى فريق الخمس. تعود داخل منطقة الجزاء، أحمد القديري وركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة فريق الأهلي طرابلس. مسلسل الركلات للجزاء، يتحصل على بطاقة صفراء هي الثانية في هذا اللقاء والأولى لمصلحة الأهلي. شاهدنا ركلة جزاء في الدقائق الأولى لفريق الخمس، نفذها بنجاح محمد أبو الستة. صافرة من يحيى لحيشي، عبد الله العرفي يتقدم، عبد الله، عبد الله بوايا الهدف التعديل، هدف التعادل لمصلحة فريق الأهلي. وتبعد عن العاصمة طرابلس 120 كيلو متر. أمامنا الإعادة، وكيف نفذ أيضا أحمد عياد. أمامنا الإعادة وعبد الله العرفي، كيف مرر لأحمد القديري، أحمد القديري وتدخل من الميري في مواجهة فريق الخمس ضمن مباريات الأسبوع الثامن من دورينا الممتاز المجموعة الثانية. المنير يمرر ناحية القديري، عبد الله العرفي يمرر ناحية القديري، أحمد القديري، أحمد القديري يغير مبدأ اللاعب ناحية الطبال داخل منطقة الجزاء، محمد الطبال، محمد لازالت في عوزات الكرة، محمد الطبال ومحمد بوستة. بالأمطار القانونية حسب ما يشير يحيى لحيشي حاكم الوسط في هذا اللقاء، محمد المنير لتنفيذ هذا الخطأ. المنير تسديد الكرة مباشرة، ولكن هذا مشاهدينا الكرام أمامنا الإعادة، كيف كان تدخل في ركلة الجزاء اللي كان من أحمد التربي على اللاعب عمر القليب واللي نفذها الظهير الأيسر بنجاح محمد أبو ستة. مشاهدينا الكرام أمامنا تسديدة مآب شكري اللي كانت أروع أيضا من أحمد عياد، وبعدها إلى ركلة ركنية، ركلة الجزاء الأخرى اللي كانت من عبد الله العرفي واللي نفذها بنجاح على يسار أحمد عياد. أيضا سقط أحمد عياد بنفس الجهة اللي نفذ بها عبد الله العرفي، والتدخل اللي كان من علي الميري على أحمد القديري، ومن ثم تعثر الأهلي. المنير ولكن تدخل الفرجاوي في المرة الأولى، إبراهيم المنتصر، عمر عرابي ينطلق، عرابي من الجناح الأيمن هجمة لمصلحة فريق الخمس، يمرر داخل منطقة الجزاء الفرجاوي، تدخل من وسام أبو سنينة، وسام أبو سنينة يدخل على عمار الفرجاوي، يتمرمى أمامنا ابتسامة من الجناح الأيسر أيمن عمار الفرجاوي، عمار الفرجاوي، والتدخل كانت من علي الميري، ولكن أقرب أحمد التربي للكرة الأخيرة، أحمد التربي تدخل من علي على اللاعب عمر عرابي، وتعود بخطأ لمصلحة لاعبي فريق الخمس. تدخل من مآب شكري أمامنا الإعادة، وكيف كان تدخل من مصدق العمامي على الكرة في الكرة الأخيرة، وسقوط عبد الله العرفي ومنتصر، وأمامنا فتحي جبال قلق على الخط الجانبي لدكة بودلاه، ولا يزال يبحث عن هدف التقدم ايضا من الناحيه الاخرى مدرب فريق 20. لكن مقطوعه الكره من محمد المنير، محمد المنير يمرر بدوره ناحيه قلب الدفاع، التربي يمرر ناحيه القديري، القديري يمرر ناحيه علي معتوق، ينطلق علي معتوق، علي معتوق او ميت جدور، تمرير ناحيه صلاح عطار، والهدف الثاني، هدف ثاني لمصلحه لاعبي فريق الاهلي، هجمه عكسيه قدم ميت جدور واللي مرر بدوره ناحيه المهاجم صالح عطار لتعلن ثاني اهداف فريق الاهلي. اذا هدفين مقابل هدف، يبحث عن الهجمات العكسيه، امامنا الاعاده، مؤيد جدور عطار ليسكنها شباك احمد عياد لتعلن ثالث اهداف هذا اللقاء. انتصر ابو شناق اللي دخل في دقائق الشوط الثاني، تسديد الكره كيفما جاءت الى خارج ارضيه الملعب. مآب شكري، مآب المنير، 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 محمد، تمرير ناحيه العرفي براسيه الى الخلف، مؤيد جدور، مؤيد جدور، تمرير ناحية المنير، المنير ينطلق ويمرر ناحية، تعود للمنير،
نقلات بين المنير والقديري والاروع، يدخل المنير داخل منطقه الجزاء، يسقط المنير وحكم اللقاء يشير بركله الجزاء. القديري الاولى والثانيه والثالثه، ومن ثم دخل المنير امام المنير، تدخل المنير ولكن مصدق الاعمامي تدخل على المنير، وحكم اللقاء يحيى رحيشي يشير بركله الجزاء لمصلحه الاهلي. امامنا الاعاده وامامنا كيف كانت النقلات بين القديري احمد القديري وكذلك المنير، ومن ثم توغل المنير ودخل داخل منطقه الجزاء، والعرقله كانت من مصدق الاعمامي صافره، واحمد عياد ينتظر الكره من القديري. احمد القديري يتقدم القديري والهدف، هدف لمصلحه لاعبي فريق الاهلي عن طريق اللاعب احمد القديري، هدف ثالث وخلع للخلالة اكيد ستكون بطاقه صفراء للقديري. والموقع احمد القديري من علامة الجزاء، ثلاث أهداف مقابل هدف، تتغير النتيجة بملعب الشميل هنا في آخر دقائق هذا اللقاء، في لقاء الأهلي وضيفه الخمس. تحي شباب بطاقة صفراء كما ذكرنا، خلع للخلالة ولكن الفرحة كانت من القديري، بطاقة صفراء كما ذكرنا وملعبها، وأكيد اسم ناديها نادي المستقبل لمن يعرف هذه المدينة والتي تقع غرب العاصمة أكيد في الشمال الغربي لبلادنا الحبيبة، وتبدأ العاصمة طرابلس أكيد 120 كيلومتر. اليوم تستضيف أولى مباريات الدوري الممتاز في لقاء الأهلي وضيفه الخمس، والمباراة شهر ثلاثة ركلات جزاء هنا على أرضية هذا الملعب، والتقدم واحدة للخمس واثنتين للأهلي، والنتيجة تشير بتقدم الأهلي على ضيفه الخمس بثلاث أهداف مقابل هدف. في هذه الأولى بالفعل مشاهدينا الكرام يعلن يحيى لحيشي عن نهاية الشوط الثاني واللقاء.